إلى الميكروفون لزميلي حمد بن محمد الزعبي. والجهل في عهده من الدار انجلى. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نرحب بالجميع. ترحيبنا مستمر بكل الإخوة المتواجدون هنا على أرضية هذا الميدان، والحضور هنا الذي تعنوا هنا في أرضية هذا الميدان، ولحضور سيدي ولحضور كذلك المهرجان المقام على سيف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني يحفظه الله ويرعاه. أيها الإخوة، أيها الأخوات الكرام، نتواصل في هذه الانطلاقات المستمرة وفي أشواطنا المسائية المتواصلة. بسم الله نبدأ نفتتح إذاعة هذا الشوط بمن تقود المسار وتحتل المركز الأول، صاحبة المركز الأول. مشاهدين الكرام، خيرة تحتل المركز الأول لراشد بن سعيد بن دليوي، هي من تحتل المركز الأول بينما الدور والنغلة عند المركز الثاني. اللي تحتل المركز الأول نهب، نهب مشاهدين الكرام، جابر بن متعب المنخس هنا مع نهب في مقدمة هذا الشوط. الدور عند المركز الثاني اللي تصلنا فيه بن صوغان ساري بن محمد بن ساري بن البلوشي هو المزروعي هنا في المركز الثالث. اللي تحتل المركز الثالث وصلت مهابة لراشد بن حمد بالضعيف هنا في المركز الثالث. الدور والنغلة عند المركز الرابع. اللي تحتل المركز الرابع العمالة سالم بن حمد البطين. المركز الخامس يا جماعة، اللي تحتل المركز الخامس وتسلل تتسلل من هناك من الجانب اليمين، يا سلام يا سلام. اللي تحتل المركز الخامس وصلت فيهم صيحة لسيد محمد بن مسلم بن قنزول العامري، هي من تحتل المركز الخامس. ياهو شوط يا جماعة، ياهو مهرجان، سيد المهرجانات هذا المهرجان أيها الإخوة، يا السلام. نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط وإلى من تقود المسار أيها الإخوة. اللي تحتل المركز الأول مهابة تحتل المركز الأول، تعود ملكيتها لراشد بن حمد بالضعيف، هي من تحتل المركز الأول بينما النغلة على المركز الثاني. اللي وصلت فيه بن صوغان ساري بن محمد بن ساري، ساري بن محمد بن ساري بن بلوش هو من يحتل المركز الثاني، وهناك في المركز الثالث. اللي تحتل المركز الثالث وصلت فيه نهب، نهب لجابر بن متعب المنخس هنا في المركز الثالث، ولكن هنا حصل تغيير وحصل تجاوز مشاهدينا الكرام من قبل بن قنزول، من قبل بن قنزول مشاهدينا الكرام، مع صيحه لسيد محمد بن محمد بن مسلم بن قنزول العامري هنا في المركز الرابع. وهناك في المركز الخامس اللي تحتل المركز الخامس تصلنا خيره راشد بن سعيد بن دليوي هنا في المركز الخامس. نداءنا للمره الثانيه مشاهدينا الكرام اتممناه على مسامعكم، كامل مكمل والكمال لله سبحانه وتعالى. نعود الى صداره هذا الشوط يا من يريد الناموس، السياره في الانتظار، 1800 متر اخيره، يا سلام على هذه الامسيه الجميله، يا سلام على هذه الامسيه المميزه. الصداره مشاهدينا الكرام مع مهابه، مهابه مهابه، راشد بن حمد بالضعيف هنا مع مهابه، ولكن هناك التسلل، التسلل من الشعار الغرفاوي يبدو لي مشاهدينا الكرام، 1600 متر مع خيره، خيره هي من تحتل المركز الثاني راشد بن سعيد بن دليوي هنا في المركز الثاني. المركز الثالث اللي تحتل المركز الثالث مشاهدينا الكرام مصيحه للسيد محمد بن مسلم بن قنزول العامري. والمركز الرابع صاحبه المركز الرابع، يا سلام، للسيد سعيد بن عامر النيادي وهنا في المركز الخامس. صاحبة المركز الخامس مزنة لعاطف بن علي القرشي، أول نداء لمزنة. إذا مشاهدين الكرام أيها الإخوة، خلاص يا جماعة 1200 متر، ندانا الثالث أتممناه وخلصناه، يا سلام. إذا أيها الإخوة، اللي تقود المسار وما زالت الأمور متمسكة بها مهابة، مهابة متمسكة بالصدارة، تعود ملكيتها لراشد بن حمد بالضعيف، يا سلام يا بالضعيف. الامور والله في خطر يا ابن الضعيف، الامور في خطر حتى هذه اللحظه، التسلل يحصل في هذه اللحظات، خيره عسى في الامر خيره. راشد بن سعيد، راشد بن سعيد بن دراوي يقير الامور ويختار هذا المركز مع خيره، خيره يا سلام. اذا مشاهدينا الكرام، خيره حتى هذه اللحظات تحمل امال مالكها راشد بن سعيد بن دراوي، ولكن الامور، الامور مع القرشي هناك، الامور مشاهدينا الكرام مع عاطف بن عطيه القرشي في المركز الثاني.
الثاني والمركز الثالث اللي تحتل المركز الثالث وصلت براقة سعيد بن عامر النيادي هنا في المركز الثالث. يا سلام الجماهير تتفاعل يا سلام. اذا مشاهدينا الكرام 20 بكرة في موقع واحد، 20 بكرة في موقع واحد، الله يعين الله يعين. ولكن خلاص يا سلام يا سلام. خيرة مشاهدينا الكرام، خيرة فيما اختاره الله راشد بن سعيد بن دراوي هنا مع خيرة يختار هذا المركز ويختار أن يهدي الناموس وأن يهدي كذلك السلامات إلى أهالي الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد إلى مدينة دبي. يا سلام. ها هي مشاهدينا الكرام خيرة، ها هي تتفاعل ويتفاعل معها الجمهور. تهانينا نزفها من الأعماق ونحملها على ظهر خيرة راشد بن سعيد بن دلاوي على هذا الفوز المستحق. يا سلام. ها هو خط النهاية يقف احتراما وتقديرا لخيرة ولمالك خيرة المركز الثاني. مشاهدين الكرام وصلت فيه الديبة عاطف العطية الغرشي المركز الثالث، تصلنا في المركز الثالث مشاهدين الكرام. سحابة لسالم بالرباح الحربي المركز الرابع، المركز الرابع. إذن المركز الخامس، صاحبة المركز الخامس مشاهدينا الكرام العمالة لسالم بن حمد البطين. تهانينا لكل الإخوة الفائزين، حظنا أوفر لما لم يحالف الحظ. ها هي نتيجة هذا الشوط وها هي خيرة تختار هذا المركز وتختار أن تهدي مالكها الناموس. 16 دقيقة 16 ثانية، 6 دقائق 16 ثانية، 11 جزء من الثانية هو توقيتها الزمني. تهانينا لكل الإخوة الفائزين ونهني كذلك مالك خيرة راشد بن سعيد بن دلوي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني مشاهدينا الكرام تصل فيه، المركز الثاني قاطعة المسافة مشاهدينا الكرام. 6 دقائق 18 ثانية، 20 جزء من الثانية. التهنئة لعاطف بن عطية القرشي. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام نهب قاطعة المسافة في 6 دقائق 20 ثانية 21، ولكن مش نهب، مش نهب يا جماعة اللي تحتل المركز الثالث. على كل حال أيها الإخوة نهني مالك المركز الثالث. أما في هذه اللحظات